بلغ حجم التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية 1,400,000,000 دولار لتنفيذ 32 مشروعا في 95 موقعا تغطي محافظات الجمهورية كافة. وقالت وزارة التعاون الدولي إن ذلك يعكس الأهمية التي توليها الدولة لتطوير قطاع الصحة وتوفير الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتوجيه الاهتمام اللازم لها، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالقطاع مع انتشار فيروس كورونا.